متى نقول هذا شيخي؟ يعني في السابق عند أهل العلم من روى عن شخص حديثا واحدا قال شيخي، وذاك الطبراني رحمه الله تعالى أكثر الناس شيوخا لأنه ما ترك أحدا ما حدث عنه، يعني سافر كثيرا وعمر كثيرا رحمه الله تبارك وتعالى، فكانت له شيوخ كثير تجاوز 1000. فالقصد أنه الإنسان في السابق الشيخ هو من يروي عنه حديثا، الآن من درست عنده يكون شيخا لك إن شاء الله تعالى.